الثاني يا أستاذ، الخيار الثاني غار وثور. أوكي، شوف الإجابة. الإجابة صحيحة. شرفنا. زين العمر عمره. ضيع. وش قلنا اسمها؟ مودة من تبوك. طيب. لا لا لا، مودة. ضيع. ودك إن كل إجاباتها صح. حتى لو أنها خطأ. خايف. ليه ما فهمت؟ خايف يا خواف. عطنا إياها من المستودع. لا. من المستودع. ليه؟ تك ما يدري أصبر. ليه دقيقة ها؟ ما يمدي هو قال يمدي. والله ما يمدي. كترو واللي بيمشي كلام. خالد انت رجال محسو. بس يلا. انا مو بيدي الموضوع الحين، قاعد اطالبهم. انا شدهم زي كصبر ولد الخشب. الخشبه قد وصلت بالمستودع. انا قرقعتها. اربعه شو شيء قلته يا خد اربعه اصبر مكفي. انا قلت لك يمدي، قلت لي يمدي. صح هو اثبت كلمتك. لا اثبت الكلمه الان ما يمدي يا ولد. طيب يدرسون. ابشر وكلامك تدرس. ابشر الحين يدرسون. وش هذا شوارع خشبه ما تاخذها. انا مالي الا خشبه. صح يا ابو محمود. لا لا ما عليك، بضبطك. ساره السلام عليكم. كلامك طلع. عليكم السلام. من وين تكلمينا؟ كتبت اسمك ربيع. من وين؟ من الرياض. يلا يا ساره، اليوم نعتذر حلقه فوضى. يعني انا مالي الا خشبه. اي جاء خشبه جايه. ساري معنا. يا رجال ابيك تدخن. الجمعيه والوقف. الوقف. وقف الصدقه الجاريه. يلا. عادل. اوه اليوم يوم السلام. اليوم يا الله لانه ما عندك شيء غير السلام يا رجال وغير الروابي. طيب وش تختارين لمبنى عادل؟ رمل؟ خشب. يا اخي خشب. انا مبسوط اكثر منك. لا وخشب اخضر. يلا طيب خلينا نشوف.